اقول لكم حاجه، انا ببص على تعبيرات اشرف عبد الباقي وهو بيبص الاسلام، انا فهمت ليه هو نجح يخرج الجيل اللي احنا بنشوفه دلوقتي كنجوم. في نظره تبني، في نظره تقدير، في نظره انه عايز يشجعه. هي دي القياده، يعني هو ازاي تبقى قادر ان انت فنان كبير بحجم كبير ومعاه فنان صاعد في نفس يعني مجال. التراك اللي هم فيه. لكن بجد انا مراقب يعني تعبيرات وجه الاستاذ اشرف، انا دلوقتي قدرت افهم يعني ايه تبقى قائد لفريق وقادر ان انت تديله نظره الحنيه اللي انا شفتها ربنا دلوقتي. ربنا يخليك. لا والله ده انا حتى النظره دي ليها علاقه بفكره البرنامج، فكره البرنامج بتاعته هايله اللي احنا مش فاهمين هو هايل ايه. صح، هي فكره جامده بس بالنسبه اللي عمل فكره ان احنا نجيب اشرف عبد الباقي في اول يوم للحياه اليوم له مني مكافاه بعد الفاصل. انا كمان عايز اقول ان انا بحب استاذ اشرف جدا، يعني مبسوط قوي ان انا شفته النهارده، يمكن دي اول مره. واستاذ اشرف من الفنانين القليلين قوي، طبعا هو كوميديان عظيم بس من الممثلين القليلين قوي اللي قوته في البرامج او قدرته ان هو يعمل برنامج ناجح ما تقلش ابدا عن قوته في التمثيل. الحمد لله هو انا لسه كنت بقول له على برنامج اصل الكلمه ده برنامج فكرته رهيبه وكان فيه كميه. بس هو في عدد كبير ما شاء الله، الله اكبر، يعني عدد كبير من النشاطات، يعني بالزبط. كان في سينما، كان في دراما، كان في سيت كوم، كان في برامج متنوعه، اذاعه، كرتون، ممكن اشتغل شغل يدوي. ما شاء الله. طب قول لي يا استاذ اشرف، كلمه السر في النجاح ايه؟ خاصة واحد بيتكلم عن يعني شغل جديد وأجيال جديدة، يعني قعدنا الفترة كده الشباب يقولك إحنا مش لاقيين نفسنا أو مش لاقيين فرصة، إحنا جيل حظ وحش، اللي قبلنا كان المجال مفتوح أكتر. دلوقتي وحدك صاحب تجربة إنك قدمت مجموعة كبيرة وأصبحت مهمة دلوقتي وكل واحد ما شاء الله بيعمل شغل لوحده، فإني أتشجع أخد بإيد حد أوصله أقدمه أكون بعد ربنا سبحانه وتعالى سبب في نجاحه، بيبقى ده الخلطة دي إزاي؟ يعني هو يمكن أهم حاجة اللي حضرتك قلتيها دلوقتي إن في شباب بيقولوا إحنا مش محظوظين إن إحنا زي الجيل اللي قبلنا وإحنا ما خدناش نفس فرصتهم، دول انسيهم عمرهم ما هيبقوا ناجحين. اللي بيشتكي ده عمره ما هيبقى ناجح. أوكي. دايما اللي بيبحث عن الحل هو اللي بينجح. لكن اللي بيرجع عدم نجاحه للآخرين عمره ما هينجح. بمعنى أنا النهاردة مثلا عارفة زي اللي بيقول إيه، أنا الطيارة فاتتني. أنت الطيارة ما صحتش بدري، أنت اللي رحت متأخر. أنت مرجع الخطأ على الطيارة، مش هي اللي مشت بدري. وده رجعنا اللي كانوا حلو بيقولوه أهالينا، أنت تستنى القطر، القطر ما يستناكش. ماشي، هم علموها لنا كده. ما جيش أنا أقول القطر فاتني، لا، القطر ما فاتكش. دي حاجة. حاجة تانية إيجاد الحل. أنا دلوقتي بقيت في مشكلة، ممكن نقعد نتناقش في المشكلة دي سنتين. صحيح، ماشي. الحل إيه؟ أنت بتناقشني في المشكلة اللي كلنا شايفينها، اللي عارفينها. أنا ما بشتغلش، ماشي، ما ده واضح. الحل، الحل إيه؟ انزل بكرة اشتغل. صح، يعني زي شباب كتير جدا. اسمح لي اقول عنوان بس حضرتك بتتكلم علشان الناس تبقى برضو متابعه معانا، انه مش على قد مجال الفن، كل احنا بنتكلم على منطق عام بيحكم طبيعه الاشياء. يعني الشباب اللي بيقول لك فرصه عمل، انا الوضع بالنسبه لي ايه، بالفكر ده انا هقدر اوصل لحاجه. بالظبط، هو ده قهوه اشرف على فكره. طيب ده احنا لسه هنعرف تاني.